Bonjour et bienvenue dans la vidéo. Nous allons faire l'étude de la fonction qui est dans la session normale de 2004. Dans ce cas, nous avons une seule fonction. Nous savons qu'il y a une juge de l'écart. Il y a une étude de la fonction qui est juge de l'écart G de X ou F de X. Il y a une étude de F de X qui est dans la fonction. Dans ce cas, nous avons une seule fonction qui est F de X qui est égal à 1, moins 1 à la juge X, moins juge à la X pour X plus 1. Bien sûr, Galolina, elle est définie sur R, donc معرفة في R. Et dans le deuxième question. Alors, la première question, vérifier que pour tout X de R, on vérifie cette l'égalité. Mais ce qui dit vérifier, يعني خاصك يا اما تنطلق من هذه وتلقاها كتسوى هذه او لا العكس تنطلق ليا من هذه وكتلقاها كتسوى هذه انت حر دير اللي بغيتي الوغ بالنسبه لنا حنا انا هنايا مثلا في هذه الحاله غنطلق من هذه باش نلقى هذه لان بغيت نعطيكم واحد التقنيه وسط منها الاغلبيه بزاف ما كيعرفهاش دونك مهم بزاف اننا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها شوفوا معايا عافاكم هنا اول حاجه غادي نكتب اون لدينا بور توت اكس ابارتيان ا ار اش عندي نطلق انا من هنا باش نلقى هذه Alors, 1 على x pour moins x plus 1 كتساوي هادي شنو تقدر دير لها شوف معايا عفاك عندي x pour moins x شنو كتولي x pour moins x ديما فاش كيكون عندي شي حاجه الاس ديالها سالب كتهبط لتحت كيولي الاس موجب دونك غادي تولي 1 على x pour x زائد 1 تفهمنا الوغ شوف معايا تكافي 1 على x pour moins x plus 1 اش كتولي كتسوى خدم ليا دابا على هذه هذه هنا شنو نقدروا نديروا لها واحد الحاجه هي شنو نوحدوا المقام دونك غتعطينا 1 على 1 زائد x pour x في 1 هي x pour x sur 1 اللي كتساوي شنو انا غادي نكمل هنا نيت باش نقدر نربح ليسباس شوف معايا هذه شنو كيطرى لها هنا دونك بطبيعه الحال هنا sur x pour x هذه شنو كيطرى هنا كيتقلب هذا ياك دونك غادي تولي عندي 1 فوا x pour x على x pour x plus 1 غير كيتقلب ديما المقام فاش كيكون في عدد كسري داك العدد كيتقلب الوغ هذه غادي تعطينا شنو شوف معايا هنا بيان سور واحد في شي حاجه هي ديك الحاجه ديت على x pour x plus 1 ها حنا دابا وصلنا لهنا ولكن واش هذه هي هذه اللي بغاو لا كاين ديما عندي واحد الفرق عندي واحد المشكل المقام هو هذاك ولكن هنا كاين واحد وهنا كاين اكس بو الوغ شنو نقدر ندير هنا في هذه الحاله نورمالمون هنا فين كاين هذيك لا تكنيك اللي غنعطيكم شوف ملي كتوصل لهاد البلاصه وكتبلوكا ما كتعرف ما دير حاول تخلق تشابه ما بين الفوق والتحت ما بين نيميراتور وديناميناتور البسط والمقام هاد التقنيه هذه مهمه غنحتاجوها مازال في الكالكول دانتيغرال وفي لي بريميتيف الى اخره الوغ شوف شنو غندير انا عندي الفوق اكس بو اكس بو لتحت باش زايد عليه بواحد دونك غندير لا ميم شوز غنخلي الفوق كيولي كيشبه بحال التحت دونك شنو غندير ليه شنو خاص الفوق باش يولي بحال التحت خاصو زائد واحد ايوا ولكن الا زدت ليه واحد واش نقدر نزيدها غير هكاك لا الا زدت واحد نقص واحد بيان سور كلشي على x pour x plus 1 ابخي شنو كتساوي عندي هذه شوفوا معايا هنا عفاكم هنا كنديروا ما يسمى كنقسموا عليهم المقام من هذه البلاصه كاينه واحد القاعده راه كتعرفوها كاملين هي a زائد b على c اش كتولي قسم عليهم المقام زعما اعطي الa على c زائد b على c داكشي اللي غادي نديرو هنايا غادي نقسموا عليهم المقام في هذه البلاصه هذه بالضبط دونك غتعطينا x pour x plus 1 sur x pour x plus 1 moins 1 sur x pour x plus 1 اللي كتساوي فينالمون دونك ها هي نكتبها الخلاصه دونك pour tout x appartient à R هذه اللي خدمنا عليها اللي هي 1 على x pour moins x plus 1 شنو كتسوى هذه على هذه نفسها يعني كتختزل كتبقى 1 حيت اللي في البسط هو نيت اللي في المقام ناقص هذه راه كتبقى كيف ما هي دونك x pour x plus 1 وهكا كنكونوا لقينا ليغاليتي اللي طلبوا منا نفيريفيوها واللي غادي نحتاجوها بطبيعه الحال باش نخدموا دوطرو كيستيون Alors, la deuxième question, l'étude de la parité. On déduit que la fonction f est impaire. Istentij n del f del la فرضيه هنا غادي نفكركم شويه بالقواعد ديال زوجيه الدواله ولا لا باريتي دي فونكسيون شوف باش تكون عندي واحد الداله ندرس واش شي داله زوجيه ولا فرضيه بير ولا امبير عندي جوج الحوايج خصني نفيريفيهم اول حاجه كيخصك تفيريفي باللي الدومين ديفينيسيون اي سيميتريك بارابور ا زيرو اش كيعني هذا الشيء كي تو سامبلومون خصك تبين لي باللي مجموعه التعريف راها متماثله بالنسبه للصفر شنو كتعني متماثله يعني داكشي اللي كاين فيها من صفر للفوق هو المقابل ديال داكشي اللي كاين فيها من صفر لتحت
سهلة، يعني بحال إلا قلتي واش مجموعة التعريف تقدر تقسم من صفر. إلا كانت آه كدوز ليطاب الثانية. إلا كانت ماشي سيميتريك صافي تما كتحبس كتقول لا فونكسيون راه ني بيرنيامب. أوكي، هذه وحدة. الحاجة الثانية شنو هي؟ هي أننا كيخصنا نمشيو نحسبوا ليماج ديال موان إكس. دابا كتكون عندك الدالة هي إف دو إكس، كتحسب إف دو موان إكس. عندك ثلاثة الحالات، يا إما تحسب إف دو موان إكس تعطيك هي نيت إف دو إكس وغتقول بير زوجية، يا إما غتحسب إف دو موان إكس وغتعطيك موان إف دو إكس وغتقول أن بير فردية، يا إما غتحسب إف دو موان إكس وغتعطيك شي حاجة أخرى، ما هي إف دو إكس؟ ما هي إف دو موان إكس؟ في هذه الحالة شنو كنقولوا؟ كنقولوا إف ني بير ني أمبير، ما هي دالة زوجية؟ ما هي فردية؟ أوكي؟ ألوغ نشوفوا دابا لا كيستيون ديالنا، نستنتجوا باللي إف أمبير إي أمبير، أول بون كلي مهم واحد الكلمة مهمة عندي هنايا هي هذه، بقاو تردوا البال عافاكم، أون ديدوير، استنتج، ديما فاش كيقول لكم في شي سؤال استنتج، كتعرف باللي غت تخدم بداكشي اللي بشي حاجه لقيتيها قبل دائما. اوكي، الوغ شنو لقينا حنا قبل؟ توت سامبلومون جاوبنا على هذا السؤال، لقينا باللي هذه كتساوي هذه. اوكي، عقل عليها، يلا عفاكم نحاولوا نجاوبوا. شوف معايا هنايا، غادي نمشي اول حاجه نهضر على السيميتريك ديال دي دو اف. الوغ غادي نكتب اون دي دو اف كيساوي شنو؟ عطاو لكم هذا ديجا دوني في ليكزارسيس، هو ار، قال لك ديفينيسيون ار. الوغ مجموعه التعريف هي ار، شنو هي ار؟ من اش تلاش؟ من موان لانفيني حتى بلوس لانفيني. دابا شوف ليا من موان لانفيني حتى بلوس لانفيني، واش اي عدد خديتيه هنا كاين المقابل ديالو هنا؟ يعني واش اي عدد خديتيه هنا الناقص ديالو كاين؟ وي، حيت موان لانفيني حتى بلوس لانفيني نقدروا نقسموه في صفر. دونك شوف شنو غنكتب، دونك بور توت اكس ابارتيان ا ار، يعني ابارتيان ا دي دو اف، حيت دي دو اف هو ار، اون لدينا موان اكس حتى هو راه كينتمي لدي دو اف. صافي، هادي راك قلتي بلي راه سيميتريك. الا كتبتي هادي يعني راك قلتي بلي سيميتريك. شنو كتعني هاد الكتبه هادي؟ كتعني بلي اي عدد خديتو من مجموعه التعريف راه دي راه الموان اكس، يعني المقابل ديالو لوبوزي ديالو حتى هو كاين في مجموعه التعريف. علاش؟ حيت هاد مجموعه التعريف كتقدر تقسم من زيرو، وداكشي اللي كاين من زيرو الفوق هو اللي كاين من زيرو لتحت. نكملوا، زيد ليطاب الثانيه شنو هي؟ هي كنحسبوا اف ديال موان اكس. الوغ شنو غنكتب؟ اون اف ديال موان اكس كتساوي شنو غندير؟ اف دو موان اكس، اف دو اكس هي هادي، اف دو موان اكس يعني بلاصه اكس دير موان اكس، داكشي اللي غنديرو هنا. واحد، شوف نكمل، ناقص واحد على جوج عامل موان اكس، كانت اكس درت موان اكس، زيد ناقص جوج على اكس بو ديالاش ديال موان اكس زائد واحد. نكمل دابا على هادي، كتساوي واحد، شوف معايا، ناقص وناقص زائد واحد على جوج اكس، ناقص، شوف معايا انا شنو غادي ندير، عقلتو على شي حاجة ديجا في السؤال الأول، لقينا شي حاجة فيها اكس بو موان اكس ياك، هي هادي، شنو كان في البسط ديالها؟ واش كانت جوج؟ لا، كانت واحد، ألوغ شنو غندير هنا؟ هبط هاد جوج لهنا، يعني جوج، في واحد على اكس بو موان اكس بلوس 1، علاش درت هاد القضية؟ توت سامبلومون لأن هما قالوا ليكم اون ديدوير استنتج، يعني غتخدم شي حاجه قبل، وباش نخدم شي حاجه قبل خصني نبين هذه. علاش؟ باش نقدر نعوضها، حيت انا فيريفيت باللي هذه كتسوى هذه. الوغ شوف شنو غندير هنا، كتساوي 1 زائد 1 على 2 اكس ناقص 2 عامل، دابا في عوض هذه غنديروا هذه حيت بيناها ديجا. الوغ 1 ناقص 1 على اكس بو اكس بلس 1، هادي فيريفيناها، واحد زائد كنقاد الحساب ديالي بشويه عليا ناقص وكنشر، جوج في واحد جوج، ناقص جوج في ناقص يعني زائد جوج في هذا يعني جوج على اكس بو اكس بلس 1 كتسوى. شوف شنو غنديرو عفاكم، حسب لي الاعداد مع بعضياتهم، واحد ناقص جوج هي موان زان، دونك موان زان بلس ان دومي اكس بلس دو سور اكس بو اكس بلس 1 اللي كتسوى. شوف شنو غندير سيفو بلي، ناقص واحد الداله فيها زائد واحد، زائد واحد على جوج الداله فيها ناقص واحد على جوج، زائد جوج على الداله فيها ناقص جوج على، اش كنلاحظ؟ كنلاحظ باللي كاع لي سيني كاع الاشارات تقلبوا، مني كيكونوا عندي كاع الاشارات تقلبوا كنعمل بناقص باش كتخرج لي لا فونكسيون، تفهمنا؟ ولكن حتى كنتاكد باللي كاع لي سيني راه تقلبوا، اما كون مثلا شي وحده فيهم ما تبدلاتش ديك الساعات ما تقدرش تعمل بناقص وتخرج لك لا فونكسيون، غتعمل بناقص ولكن ما غتعطيكش اف دو اكس وما غتعطيكش ناقص اف دو اكس. الوغ شوف هنا شنو غندير، موان ديال واحد ناقص
واحد على جوج x يعني تو سامبلومون كتعمل بناقص وكتقلب الاشارات ناقص جوج على x بو x بلس 1 سد القوس اللي كتسوى شنو شنو كتسوى هذا الشباب ناقص هو ناقص وهذا الشيء اللي بين القوسين اش كيكون هو اكزاكتومون لا فونكسيون يعني ناقص f دو x الوغ شوف شنو غندير هنا الوغ f ديال موان x اش كتعطينا كتعطينا f دو x كتعطينا باردون موان f دو x هي النتيجه اللي لقينا سيتادير يعني يعني f اي كي دايره هذه الحاله هذه شنو قلت لكم عليها فاش كتحسب اف دو موان اكس وكتعطيك اف دو اكس كتقول باللي اف اي لي امبير سي هادير اف اي تامبير وهذا الجواب هذا راه مهم بزاف غنحتاجوه ملي غادي نبغيو نرسموا لا كورب في الاخر غادي نوريكم علاش اوكي ندوزو لا ثوازيام كيسيون الوغ لا ثوازيام كيسيون واحد الكيسيون اللي ساهله بزاف اللي هي لا كيسيون ديال لا ليميت عند بلس لانفيني ديال لا فونكسيون اف شوفوا معايا La limite n plus l'infini de la fonction f, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la limite n plus l'infini de la formule de la sera de la, je connais f, il y a dit. Il y a dit 1 moins 1 sur 2x moins 2 sur x pour x plus 1. Li qu'est-ce que c'est? Chauffe maïa, fait qu'on a dit, ma fait le calcul des limites, ou le haja qu'est-ce que c'est? Il y a le taouïd. المباشر هو الاول كنعوض لو كالكول ديريكت كنعوض مباشره عاد ديك الساعه عندي جوج ديال لي بوسيبيليتي يا اما غنلقى واحد الريزولتا وهذاك هو النتيجه ديال ليميت يا اما غنلقى ان فورم انديتيرميني وديك الساعه كنقلب على شي طريقه يعني كتلقى شكل غير محدد كتقلب على شي طريقه باش تحسب اوكي انا التعويض المباشر غنديرو بالخضر يعني هادشي اللي غندير بالخضر راه ما كيتكتبش في الورقه ديال التحرير ديال الفرض ولا ديال الامتحان الوطني تفهمنا هادشي انت كديرو يا اما في عقلك يعني هاك ديرو في عقلك اولا كديرو في ورقه الوسخ شنو هي هادشي اللي غندير شوف معايا اكس كيمشي للبلس لانفيني ياك دابا اكس بلس لانفيني ضربتيه في ناقص 1 على 2 شحال غيولي غيولي موان لانفيني دونك هادي موان لانفيني دونك راه كنحاول ندي طيب بالنسبه للناس اللي يلاه بادين زيد اكسبونونسييل عند بلس لانفيني شحال كتعطينا اكسبونونسييل عند بلس لانفيني هذه قاعده معروفه هي بلس لانفيني زيد عليها 1 هي بلس لانفيني وقسم عليها جوج يعني جوج على بلس لانفيني شحال كتعطينا عقلوا على عفاكم كاين اللي مازال كيغلط فيها شوف ملي كنقول لك عدد على لانفيني راه ديما العدد كي قد ما بغى يكون ديما العدد كيكون صغر من لانفيني ما كيسوى قدام والو يعني بحال كتقسم شي حاجه صغيره على شي حاجه كبيره بزاف مثلا الا قلت لكم غادي نقسم 100 درهم على المغاربه كاملين شحال غتجيهم في نظركم غتجيهم والو لان المغاربه كاملين راه بزاف 100 درهم راه والو اوكي دونك ديما عدد صغير على شي حاجه كبيره بزاف بحال لانفيني ديما زيرو عقلوا عليها بهذا ليكزومبل اللي عطيتكم اوكي الوغ هذه كامله كتسوى زيرو الوغ شوف معايا شنو غندير هنايا واحد زيد عليه موان لانفيني كيبقى موان لانفيني نقص منه زيرو كيبقى موان لانفيني دونك كتساوي موان لانفيني بطبيعه الحال انتم الجواب غتعطوه ولكن كيخصكم تبرهنوا عليه شنو غادي دير كدي طيه هادشي اللي درتيه هنا كاغ لان ليميت عند بلس لانفيني ديال ناقص 1 على 2 اكس ايغال موان لانفيني اي حط القواعد باش خدمتي ليميت عند بلس لانفيني باش خدمنا بالقاعده ديال اكسبونونسييل ديال اكسبونونسييل اكس ايغال بلس لانفيني وهكا كنكون جاوبت على الليميت ديالي وما ننساش هذه البرهنه لان عندها نقطه ديالها في الامتحان الوطني هذا الشيء اللي كتبت بالخضر كيف ما قلت لكم عفاكم ما كنديروش فرقه التحرير ما ديروش هذا الخطا الله يرضي عليكم هذا التعويض المباشر يا اما كنديرو في عقلي يا اما كنديرو في ورقه الوسخ نتمنى تكونوا فهمتوها وندوز للسؤال الموالي الوغ لا ثوازيام كيسيون بخصوص الكالكول ديال لا ديريفي حساب المشتقه قالوا لنا فيها مونتري بور توت اكس دو ار باللي اف بريم دو اكس كتساوي هذا التعبير يعني خاصنا نحسبوا اف بريم ولكن عفاكم قبل ما نمشي نحسب اف بريم من الاحسن نقول باللي راها ديريفابل باش نحيد المشكل ديال ان المصحح يقدر ينقص ليا شي حاجه حيت خاصني شي حاجه تما داكوغ خاصني قبل ما نحسب لا ديريفي نقول على الاقل باللي اف راها ديريفابل في ذاك الانترفال اللي بغاو ولو بشكل كلير مختصر الوغ شوف معايا شنو غنديرو هنايا غادي نكتب اون اف اي ديريفابل سور لانترفال اللي هو ار بيان سور هذا اضعف الايمان الا بغيتي تقول علاش توت سامبلومون كار لانها هي الكوسيون ديال جوج لي فونكسيون ديريفابل سور ار اوكي ولكن ابسط حاجه هي دير هذه من بعد ديريكتومون غتمشي تحسب الوغ شوف هنايا دونك بور توت اكس ابارتيان ا ار كيف ما بغى يكون اكس من ار اف بريم دو اكس هي البريم ديال الصيغه ديالها الصيغه ديال اف هي هذه داكوغ دونك واحد
ناقص واحد على جوج x ناقص جوج على x بو x plus 1 بريم تكافئ f بريم دو x كتساوي نحسبوا البريم ديال هذه عفاكم شوية بشوية بريم ديال واحد زيرو البريم ديال ناقص واحد على جوج x ديما عدد في x لا ديريفي ديالتها هي داك العدد الوغ غادي تعطينا ناقص واحد على جوج ناقص هادي كيفاش غادي نديرو نحسبو الديريفي ديالها الشباب بيان سور كاين بزاف الطرق نقدروا نديرو القاعده ديال u على v نقدروا نخدموها بها نقدروا ننزلوا هاد جوج ياك ننزلوا جوج ونخدموها بالقاعده ديال واحد على u تفكروا معايا القاعده غنعطيها لكم هنايا ملي بعدا u على v كي كتحسب u على v يعني داله الفوق على داله التحت لا ديريفي ديالها كنفتح واحد الكسر لتحت كنديروا او كاري v كاري الفوق شنو كندير كندير ديريفي ديال الفوق في التحت ناقص الديريفي ديال التحت في الفوق اما الا عندي غير واحد على او راه هي غير نتيجه ديال هذه اللي هنايا اشنو كندير ديما المقام او كاري يعني او او كاري والفوق شنو غادي تكون عندي راه نقدروا نبرهنوا عليها بطبيعه الحال ولكن النتيجه النهائيه غتكون هي موان او بريم تو سامبلومون يلا الوغ هنا شوف شنو غادي نديروا عفاكم ديريكتومون نقدر ننزل هاد جوج هادي اللي عندي نزل ليا جوج وخدم ليا الديريفي ديال هادي اش قلنا كنديروا المقام او كاري اكس بو اكس زائد واحد او كاري ها هي وشنو كندير هنا نزلنا جوج بقى واحد يعني واحد على او كندير موان او بريم يعني ناقص اكس بو اكس زائد واحد بريم هادشي كامل سد عليه في قوس ونقادو الحساب ديالنا تكافئ اف بريم دو اكس كتساوي صفر مشى في حالو موان زان دومي ناقص جوج عامل شوف معايا عافاك اكسبو اكس بريم شحال هي لا ديريفي ديال الاكسبونونسيال اكس معروفه هي نيت نفسها اكسبونونسيال اكس دونك موان اكسبونونسيال اكس على اكسبونونسيال اكس بلس 1 او كاري شوف شنو غندير كتساوي ناقص واحد على جوج ناقص مع ناقص هي زائد جوج اكسبونونسيال اكس على اكسبو اكس بلس 1 او كاري بيان سور شنو غادي نديرو هنايا بطبيعه الحال شوف هما النتيجه اللي بغاو يوصلوا شي حاجه اللي مجموعه انا عندي هادو مفرقين دونك شنو غنديرو لهم باين غتوحد المقام الوغ شوف شنو غندير كتساوي انا نزيد القدام غير حيت باش نحتفظ بالاسباس توحيد المقام غتضرب هذه في هذه وغتضرب هذه في هذه وغتضرب المقامات في بعضياتها دونك ها هما المقامات في بعضياتها هما الاولين جوج اكس بو اكس بلس 1 او كاري هذه غتضرب في البسط الاولى يعني ناقص واحد ديريكتومون هي ناقص هذا اكس بو اكس زائد واحد او كاري زائد هادي فهادي يعني جوج جوج هي اربعة اكس بو اكس نرجع للسطر كتكافئ اف بريم دو اكس كتساوي الوغ شوف شنو غادي ندير هنا عفاكم غادي ننشر هاد المتطابقة الهامة دونك ناقص ديال ا زائد ب الكل اس اثنان اش كتسوى كتساوي ا اس 2 يعني الاول اس 2 يعني اكسبونونسيال اكس اس 2 شنو هي اكسبونونسيال ها هي نكتبها هنايا باش توضح لكم اكسبونونسيال اكس اس 2 هي شنو هي اكسبونونسيال جوج اكس الوغ ديريكتومون اكسبونونسيال جوج اكس زيد زائد جوج ا بي يعني جوج في واحد في اكس بو اكس يعني جوج اكس بو اكس زائد بي اس 2 يعني واحد اس 2 يعني زائد واحد سد عليها في قوس زائد ديك 4 اكس بو اكس كلشي هادشي مقسوم على جوج اكس بو اكس زائد واحد الكل او كاري تكافئ شوفوا معايا اف بريم دو اكس كتسوى شنو الوغ غادي نشرب ناقص يعني غتعطيني ناقص اكس بو دو اكس ناقص في زائد يعني ناقص جوج اكس بو اكس ناقص في زائد يعني ناقص واحد زائد اربعة اكس بو اكس كل شيء على اكس بو اكس زائد واحد اس اثنان ومضروبة في ديك جوج ما ننساهاش قدام هانيت غادي نقاد الحساب ديالي شوفوا معايا عفاكم شنو غيتقدر يتحسب ناقص جوج اكس بو اكس زائد اربعة اكس بو اكس نقدروا نحسبوها ياك دونك غادي تعطينا ناقص اكس بو 2 اكس حسبوا لي هادي ناقص جوج زائد اربعة يعني زائد جوج اكس بو اكس وناقص داك واحد راه كيبقى ناقص واحد كلشي على جوج اكس بو اكس زائد واحد
او كاري غادي نمسح الطابلو هنايا باش نقدر نكملوا الكالكول ديال لا ديريفي ديالنا ممكن تبان لكم القضيه شويه طويله فيها شويه الحساب ولكن هذا الشيء سي تري سامبل يكفي انك تكون عارف القواعد الاشتقاق وراك غادي توصل الوغ تكافي اف بريم دو اكس شوفوا معايا شنو غادي ندير كتساوي هنا واش كيبان لك شي حاجه تقدر تعمل بها ناقص عندي التعميل غير بناقص دونك عمل ليا بناقص ناقص عامل اكس بو دو اكس زائد او بلوتو هنا ناقص حيت عملنا بناقص جوج اكس بو اكس زائد واحد على جوج اكس بو اكس زائد واحد او كاري غير التعميل عملنا غير بناقص دابا شوفوا معايا عفاكم هذه اش كتكون اكس بو دو اكس ناقص جوج اكس بو اكس زائد واحد باش كتفكركم هذه سي ليدونتيتي روماركابل هذه هي المتطابقه الهامه اف بريم دو اكس كتساوي ناقص ديال هذه شنو غتولي اكس بو اكس عندي ناقص هنا ناقص واحد او كاري هذه المتطابقه الهامه على جوج اكس بو اكس زائد واحد او كاري تكافئ اف بريم دو اكس كتساوي شوفوا شنو غادي ندير هنا عفاكم غنعزل واحد العدد اللي هو ناقص واحد على جوج يعني هاد ناقص واحد اللي كاين هنا وهاد جوج اللي كاين هنا عامل شوف هادي عندها اس اثنان هادي تاهي عندها اس اثنان جمعهم في اس اثنان واحد يعني اكس بو اكس موانز ان سور اكس بو اكس بلوس ان كلها او كاري وهكا ها حنا كنكونوا وصلنا للجواب اللي بغاونا نوصلوا ليه ولقينا لا فونكسيون ديريفي ديال لا فونكسيون اف اللي بيان سور غنحتاجوها في دوطخ كيستيون Alors, pour la question suivante, on va dire qu'on procède le tableau de variation. On va dresser le tableau de variation de la fonction f. Dima le tableau de variation, on va dire qu'on va tracer ou bien timer de la chenot. Là, le de l'étude de fonction, on a la formule. On va dire le signe, on va dire le signe de la dérivée de la fonction. L'échara de la mouchtaqa de la dalle qui nous damine à l'éa. Alors, on va dire la dalle qui nous damine à l'éa, chenot dérivée de la. L'éa, on a, chouf-moi, Pour tout x appartient à R, لقينا بلي f prime de x كتساوي شنو ناقص 1 على 2 عامل x بو x موانز 1 على x بو x بلوس 1 او كاري اوكي دابا قبل ما نمشي نطراسي الطابلو دو فارياسيون خصني بعدا نهضر على لو سيني ديال ديك لا ديريفي كيفاش داير واش نقدر نحكم عليه ولا لا شوف معايا عفاك هاد اف بريم فيها الضرب جوج د الحوايج ديال واحد العدد ناقص واحد على جوج وواحد التعبير لي او كاري اش كنعرفوا على اي حاجه مرفوعه باو كاري في ار اتونسيون في ار ماشي في سي ولا شي حاجه في ار اش كنعرف على شي حاجه اس اثنان باللي راها موجبه الوغ شوف معايا هنا اون بور توت اكس appartient à R, x pour x naqis 1 la x pour x zaid 1 كل هاي اللي درت لها اس 2 كي غادي تكون غادي تكون اكبر من صفر واش اكبر قطعا لا اكبر او يساوي علاش او يساوي حيت حنا عرفناها باللي هي غير راها موجبه ما عرفناش واش راه ما كتخالفش الصفر تفهمنا دونك يقدر تكون هذه صفر امتى الا كان الفوق كيساوي صفر اوكي يلا شوف معايا سيتادير دابا هادي ديما موجبه الا ضربتيها في ناقص واحد على جوج كي غتولي غتولي سالبه سيتادير بور توت اكس ابارتيان ا ار اف بريم دو اكس كيفاش دايره راها اصغر من او تساوي صفر علاش حيت داك الجزء الموجب تضرب في ناقص واحد على جوج ديريكتومون من مباشره بعد هادي من حقي نمشي نطراسي الطابلو دو فارياسيون شوفوا معايا هنا دونك في هذه الحاله بسيط بزاف ديريكتومون غادي ندير هنايا اكس كندير الدومين ديتود فين عندي دونك عندي موان لانفيني تال بلوس لانفيني حيت معرفه في ار عندي هنايا شنو كنكتب اف بريم دو اكس اوكي اف بريم دو اكس وهنا كنكتب غير اف الوغ اف بريم دو اكس كتعطيني لو سيني ديالها كيفاش داير هنا لقيناها ديما في ار كامل صغر من صفر دونك سالبه طالما هي سالبه اش غادي نقول انا على هنا على لا مونوتوني ديال لا فونكسيون كيفاش غادي تكون غادي تكون لا فونكسيون ديكروسانت اوكي حيت هي سالبه دونك لا فونكسيون الي ديكروسانت بيان سور كيبقاو ليا هنايا نعمروا هادو لي بورن ديال لا فونكسيون باش بالاعتماد على الليميت شحال لقينا عند بلوس لانفيني الا عقلتو فاش حسبناها شحال لقينا لقينا موان لانفيني دونك غنكتب هنا موان لانفيني وحيت هي سيت اون فونكسيون هذه مهمه بزاف حيت هي سيت اون فونكسيون امبير دونك ديما من صفر الفوق كيكون المقابل ديال داكشي اللي من صفر لتحت يعني الا هي من صفر لبلوس لانفيني جيت بلوس لانفيني كتسوى موان لانفيني يعني في الجهه الاخرى شحال غتكون كتسوى غتسوى ليا بلوس لانفيني اوكي وهكا كنكونوا عمرنا
طابلو دو فارياسيون ديالنا. بطبيعه الحال كون كانت هاد لا فونكسيون امبير ديك الساعه داكشي اللي غيكون هنا خاصو يكون هنايا. اوكي ندوزو للسؤال الموالي. الوغ السؤال الموالي عطاونا قالوا لينا اون ديدوير كو يستنتج ان بور توت اكس دو 0 بلس لانفيني كيف ما بيكون اكس في هذا المجال نستنتجوا باللي هذه صغر من 1 على 2 اكس. انتبهوا معايا مزيان عافاكم كيفاش غنجاوبوا على هذا السؤال. اول حاجه غتنفعني هي الطبيعه ديال السؤال. قال لي اون ديدوير كو كنعرف باللي هذا السؤال واخا كيبان لي هنايا راه في شكل ولكن كنعرف باللي عنده علاقه بهذا الشيء اللي قبل حيت قالوا لي اون ديدوير ما قالش لي شي حاجه واحده اخرى. اون ديدوير يعني تعتمد على داكشي اللي جاوبنا في اخر حاجه جاوبنا على الطابلو دو فارياسيون. شوف معايا كي غندير لها عفاك. الوغ قال لك اكس كينتمي غير لهذا المجال غادي نكتب ليه اون ا بور توت اكس ابارتيان لانترفال 0 بلس لانفيني. اش كنعرف على اكس كي داير في هذا المجال كبر ولا صغر من اش من عدد هو من 0 حتى بلس لانفيني. دونك نقدر نقول انه كبر من 0 اكبر من او يساوي 0. اوكي كيف ما بغى يكون اكس في هذا المجال راه عندي اكس كبر من او يساوي 0. علاش درت او يساوي حيت هنايا مغلوق وكانت مفتوح غندير اكبر قطعا. اوكي دابا من بعد شنو غنديروا حنا هنايا كنلاحظ باللي هنايا شوفوا معايا هذه راه تقريبا راه هي لا فونكسيون. الا دينا هذا للجهه الاخرى راه غتعطيني لا فونكسيون يعني هذا الشيء راه عنده علاقه بلا فونكسيون. دونك لا فونكسيون خصني ندخلها هنايا. فين غندخلها؟ فعلى هاد لينيكواسيون. عندي اكس كبر من صفر ياك خاصني ندخل لا فونكسيون اف. ولكن قبل ما ندخلوا لا فونكسيون اف في شي انيكواسيون كنضربوا الحساب لواحد الحاجه عافاكم ياك كنضرب الحساب لا مونوتوني ديال ديك لا فونكسيون. حيت الا كانت ديك لا فونكسيون كرواسونت في داك لانترفال راه كندخل اف وما كيتبدل والو. هادشي عقلتوا عليه. والا كانت لا فونكسيون ديكرواسونت في داك لانترفال كندخل لا فونكسيون اف وكيتقلب لوردر. عقلتوا على هادشي ولا لا؟ درنا في الدرس الاول. الوغ طونكو بما ان اف اي كيفاش دايره اف في الانترفال 0 بلس لانفيني؟ شوف معايا 0 راه كاين هنا بلس لانفيني هو هذا. كي دايره لا فونكسيون اف؟ واش تكواسونت ولا ديكواسونت؟ ديكواسونت اي ديكواسونت. ها هي نكتبها هنا. طونك اف اي ديكواسونت سور 0 بلس لانفيني بما ان اف تناقصيه في المجال 0 بلس لانفيني دونك بور توت اكس ابارتيان لهذاك الانترفال اللي هو 0 بلس لانفيني. شوف شنو غادي ندير هنايا عافاكم. كانت عندي اكس كبر من صفر غندخل اف. الا درت اف هنا راه خصني نديرها حتى في الجهه الاخرى بحال شي ميزان خاص ديما يكون ليكيليبغ. الوغ اف دو اكس كي غتكون واش غيبقى ديما اكبر؟ لا غيتقلب الرمز غتولي اصغر. اصغر من اش؟ من اف دو 0. من بعد شنو غادي ندير؟ سيتادير pour toute x appartient 0 plus l'infini f de x اصغر من او تساوي f de 0. f de 0 خصنا نحسبوها غادي نمشيو لا فونكسيون نعوضوها ب 0. الوغ الا مشينا هنا حسبنا f de 0 شحال غتعطينا؟ هذه في صفر غتمشي كتعطينا 0. x بو 0 هو 1 زائد 1 هي 2 2 على 2 هي 1 1 ناقص 1 0. دونك f ديال 0 هي 0. الوغ شوف معايا الوغ pour tout x appartient à R appartient à 0 plus l'infini عطيني الصيغه ديال f دو x. شكون هي f دو x؟ حطها يعني 1 ناقص 1 على 2 x ناقص 2 على x بو x زائد 1 مالها صغر من 0. دو ومنه pour tout x appartient à 0 plus l'infini. شوف شنو غنديروا هنا حنا ما بغيناش بحال هكا. شنو داروا هما؟ صفت 1 على 2 اكس وصفتها حتى انت ناقص 1 على 2 غتولي زائد 1 على 2 يعني 1 ناقص 2 على اكس بو اكس زائد 1. هذه غتمشي للجهه الاخرى غادي تولي عندي 1 على 2 اكس وهكا كنكونوا جاوبنا على لا كيسيون. نتمنى تكونوا فهمتوها وندوزو لا كيسيون سويفونت. الوغ السؤال الرابع عندنا هو بخصوص الكالكول ديال واحد لا ليميت. قالوا لينا كالكولي ولا مونتري كو ليميت ديال اف دو اكس ناقص هذا التعبير كتسوى 0. بينها يعني خصك تحسب ليميت وتلقاها كتسوى 0. شوف معايا عفاك هنا اون ليميت عند بلس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص هذا التعبير اللي بغاو يعني 1 ناقص 1 على 2 اكس كتساوي ليميت عند بلس لانفيني ديال غنحاول نصغر شويه هنا باش تقدني البلاصه. دونك اف دو اكس هي 1 ناقص 1 على 2 اكس ناقص 2 على x بو x زائد 1 ناقص في 1 ناقص 1 ناقص في ناقص 1 على 2 يعني زائد 1 على 2 x كتساوي ليميت عند بلس لانفيني ديال. شوف شنو غادي يطرى. 1 غتمشي مع ناقص 1
ناقص واحد على جوج غتمشي مع زائد واحد على جوج شنو غيبقى عندي غتبقى ناقص جوج على اكس بو اكس زائد واحد اللي كتسوى شحال شوف معايا سيت اون ليميت التعويض المباشر هو الاول والتعويض كنديروه يا اما في عقليه اما في ورقه الوسخ شوف شنو غادي ندير اكس كيمشي لبلوس لانفيني يعني اكس بو بلوس لانفيني شحال هي اكس بو بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني زيد عليه واحد بلوس لانفيني وجوج اللي هي غير عدد عدد مقسوم على لانفيني زيرو في ناقص هي زيرو دونك ديريكتومون هذه كتسوى زيرو ضروري شويه البرهنه كار ليميت عند بلوس لانفيني ديال اكس بو اكس ايغالا بلوس لانفيني عفاكم باش ما يمشيوش لكم النقط فابور نهار الامتحان راه اي ليميت حسبتيها خاصك تبرهن على القواعد تبرهن بالقواعد اللي خدمتي فيها باش ما تضيعوش لي نوت اوكي قالوا لينا ابري اي انتربريتي هاد لو ريزولتا جيومتريكمون ناولوا النتيجه هندسيا حنا شنو حسبنا حسبنا ليميت ديال اف دو اكس ناقص واحد نسموها واحد ليكواسيون ديال واحد لا دغوات شنو لقينا لقينا صفر ملي كتحسب ليميت ديال اف دو اكس ناقص شي ايغريك وكتعطيك صفر اش كتستنتج كتستنتج باللي ديك لا دغوات مولات ليكواسيون ايغريك اي تون اسيمبتوت اللي هي اوبليك ديال سي دو اف تو سامبلومون هادو لي انتربريتاسيون كاينين في الدرس حطيتهم لكم في لي ريزومي الوغ شوف شنو غادي نكتب هنا اون ليميت عند بلوس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص هذا اللي هو نسمو حنا ايغريك من بعد كتساوي زيرو دونك اذا سي دو اف المنحنى ادمي اون اسيمبتوت واحد المقارب هذا المقارب في هذه الحاله ديالنا في هذه الحاله سي اون اسيمبتوت اللي هي اوبليك مقارب مائل اون اسيمبتوت اوبليك ديكواسيون شنو هي المعادله ديال ديك لاسيمبتوت حيت لاسيمبتوت هو مستقيم ومستقيم راه عنده معادله ديكواسيون ايغريك كيساوي شنو ديما ايغريك كيساوي داكشي اللي نقصتيه من الفونكسيون يعني هادشي هذا واحد ناقص واحد على جوج اكس او فوازيناج ضروري تذكر لو فوازيناج او فوازيناج يعني بجوار بجوار اش بجوار البلاصه فين حسبتي ليميت يعني بلوس لانفيني او فوازيناج دو بلوس لانفيني وهكا كنكونوا جاوبنا على هاد لا كيسيون اللي نتمنى تكون واضحه وندوز للسؤال الموالي الوغ وصلنا دابا السؤال اللي كتسناوه نتوما كاملين اللي هو السؤال ديال رسم المنحنى لو تراساج ديال لا كوب دونك قالوا لنا تراسيو المنحنى سي دو اف وتراسيو المستقيم للمعادله ديالو هذه ايغريك كتساوي 1 ناقص 1 على 2 اكس اول حاجه شوف معايا راه التراساج ديال لا كوب هو اسهل حاجه سهل بزاف غير حنا خدينا عليه واحد الفكره ديال انه شي حاجه اللي صعيبه ولا لا شوف اول حاجه خصك تعرف باللي راه المصحح راه هو عارفك غدير واحد لا كوب اللي ماشي بريسي 100% لان ما عندكش امبريمونت في يدك راك غير ليد راه دونك سي نورمال اننا غنطراسي واحد لا كوب اللي خصها غير تكون كتشبه المنحنى الحقيقي ماشي 100% مضبوطه دونك حيد هذه القضيه من بالك ثاني حاجه لا كورب باش ترسمها حاول تجزء شويه بشويه اول حاجه دير حط المنحنى هو المعلم باردون هو الاول لو روبير يتحط قدامي واضح الحاجه الثانيه كنبدا بلي زاسيمبتوت اللي عندي المقاربات والمستقيمات اللي عندي عندي واحد بوغ لانستون اللي هو شنو اللي هو هاد ايغريك هذا اللي قال لي ارسمو الوغ نجيو نرسموه بالنسبه للتراساج ديال هاد المستقيمات هادو كيفاش كنديروا ليها سهله انا عندي هاد ايغريك كيساوي شي حاجه بدلاله اكس اشنو كندير كناخذ جوج ديال لي زيكس اختار لي جوج الاعداد في لي زيكس اللي بغيتي حط بلاصتهم في هاد اكس هنا ونلقى الايغريك شحال كيسوى كنديروا واحد الطابلو الا بغينا نسهلوا الحسابيه كتعرفوه كنديروا هنايا اكس ايغريك وكناخذ جوج القيم بيان سور نتوما خذوا اللي بغيتو ولكن من الاحسن ناخذ بعض القيم اللي دغيا تخرجني بحالاش بحال مثلا صفر الا كان اكس هو صفر ايغريك شحال غيكون شوف معايا هنا دير بلاصه اكس صفر صفر في واحد على جوج مشات ايغريك شحال كيبقى كيبقى غير واحد ها البوان الاول لقيناه زيد عطيني شي عدد اخر عاوتاني الاكس شوف كاين اللي غيقدر يدير واحد ولكن واحد في واحد على جوج كتبقى واحد على جوج فيها الفاصله حط لي شي حاجه باش تختزل هاد جوج شنو غدير في بلاصه اكس دير جوج نيت دونك شوف الا درت في بلاصه اكس جوج جوج على جوج مشات كتبقى واحد ناقص واحد اللي هي زيرو ها البوان الثاني لقيناه شتو الامور بسيطه بزاف الوغ شنو غنديروا من بعد كنمشيو نتراسيو هاد لي بوان هادو نحاولوا نحطوهم لو بوان الاول الاكس ديالو صفر الايغريك ديالو واحد الوغ غادي نجي نرسمو هنايا شوفوا معايا عافاكم لو بوان الاول الاكس ديالو صفر ها الاكس ها لاكس ديزيكس شتو الاكس ديالو صفر يعني هنا
الاي ديالو شحال هو واحد يعني فين في الاي ها صفر في الاكس ها واحد في الاي يعني هنا ها البوان الاول زيد البوان الثاني شنو هو الاكس ديالو شحال جوج ها الاكس ها جوج في الاكس الاي ديالو شحال زيرو يعني بشحال باش طلع ولا بهبط بزيرو يعني ما طلعش كاع يعني بقى بلاصتو الوغ كنعرف بلي هذا المستقيم للمعادله ديالتو ايكغ دايز من هاد لي دو بوين اش كيبقى ليا نرسمو ونتمنى تقبلوا على المسطره ديالي لان هاد الشيء اللي متوفر هاد الساعه ونحاولوا نديروا واحد المستقيم اللي كيدوز من هاد جوج ديال لي بوين وهو اللي غادي يكون المقارب ديال المنحنى عند بلس لانفيني بطبيعه الحال انا كنديروا بمسطره ديال الله يحسن العوان دونك يقدر داك الشيء من بعيد يبان لكم شويه ماشي هو هذاك ولكن نتوما بيان سور في الدفتر راه غادي يكون بريسي داكوغ هذا هو لا دغوات ديالنا شنو كيبقى خصني مازال ندير ليه التسميه ديالو اولا ليكواسيون ديالو ليكواسيون هي هذه دونك y كتساوي 1 ناقص 1 على جوج x طالما ما سماوش لان ما قالوش لك سميتو دلتا دونك كنديرو كنكتفيو غير بليكواسيون ديالو دابا ليطاب الثانيه حنا رسمنا المقارب كيخصني ندوز نرسم المنحنى تبع معايا عافاك اول حاجه كنديرها من بعد ما نرسم المقارب كنقلب على لي بوين اللي معروفين لي زيماج ديالهم مثلا شي عدد حسبنا ليه الصوره ديالو في الداله اف شنو هو هو صفر حسبنا اف صفر عقلتو عليها شحال لقينا فيها لقينا صفر نيت يعني دايزه من هنا صوره صفر هي صفر يعني دايزه من هنا لو كان كانت صوره صفر هي واحد يعني دايزه من هنا صفر صفر هي هذه دونك انا عرفت لا كورب دايزه من هنا صافي تفكر معايا اف ديكروسونت في الطابلو دو فارياسيون الى عقلتو كنا لقيناها تناقصيه يعني انا كنعرف باللي من هنا للقدام راه غتكون غدا وكتهبط لقينا باللي هاد لا دغوات هادي راه اسيمبتوت شنو زعما اسيمبتوت هي مقارب شنو كتعني مقارب راه منين جابوا ديك السميه مقارب يعني المنحنى غادي وكيقرب لذاك المستقيم داكشي علاش سموه مقارب حيت المنحنى كيقرب ليه فينا بلاصه كيقرب ليه اوفوازيناج دو بلوس لانفيني داكشي علاش مهمه هاد اوفوازيناج حيت الاغلبيه كاين اللي كينساها ولا كاين اللي يقول لك بلا ما نديروها عندها مهم عندها دور كبير يلا شوف معايا هنا انا كنعرف لا كورب ديزا من هنا ياك وكنعرفها غادا وكتنقص يعني ماشي غتطلع لفوق غادا وكتهبط لتحت وكنعرفها غادا وكتقرب لهذا عند بلوس لانفيني شوف يعني هي غتمشي عند بلوس لانفيني غتكون غادا وكتهبط لتحت ملي كتهبط لتحت كاين اللي غيقول لي غتهبط بحال هذا الشكل الا حيت هي غادا خصها تقرب لهذا الوغ كي غتكون سيغمون شي حاجه اللي دايره بحال هذا الشكل بيان سور انا كنديرها بيدي دونك غير بشكل تقريبي وصافي الوغ لا كورب عندي دايره بحال هذا الشكل هذا تقريبا بحال هكا اوكي من بعد دابا خاصنا نرسمو لا كورب للجهه الاخرى احنا رسمنا هاد الجهه مزيان ولكن خاصني الجهه الاخرى علاش غنعتمد باش نرسم لا كورب في الجهه الاخرى على واحد القضيه كنا درناها في الاول ديال التمرين واللي هي شنو لا باريتي ديال لا فونكسيون الزوجيه ديال الداله شنو لقيناها لقينا سيتون فونكسيون اللي هي امبير وهاد القضيه مهمه بزاف وهذا السؤال نادرا ما كيتحطش ولكن هو تحط في 2004 شحال هادي وممكن يتعاود يتحط خصنا نضبطوه ماشي شي حاجه اللي صعيبه الا عقلتوا في الترون كومان في الجذع المشترك فاش قريتوا لي فونكسيون بير ولي فونكسيون امبير لقيتوا كاينه واحد لانتربريتاسيون غرافيك انا غنفكركم بها شوف معايا هنايا الا كانت عندي واحد الداله هذا انا بنتخيل معايا هذا المعلم وقلت لك واحد الداله راها بير الا كانت بير وكانت هنا دايره بحال هذا الشكل الجهه الاخرى كتكون مماثله ديالها بالنسبه لهاد لاكس اوكي مثال اخر مثلا ديما بير مثلا هي دايره مثلا بحال هاد الشكل الجهه الاخرى كي غتكون غتكون دايره بحال هاد الشكل يعني كتكمل التماثل اوكي هذا بلوكان الاول ديال اون فونكسيون بير انا دابا نشوفو اون فونكسيون امبير كيفاش كتكون شوف معايا الا كانت مثلا امبير ودايره بحال هاد الشكل هنا الجهه الاخرى كي غتكون كتكون متماثله معاها ولكن بالنسبه لاش بالنسبه لهاد لو بوين كي غتكون بالضبط غتكون شي حاجه دايره بحال هذا الشكل اوكي هذا ديال امبير ندير مثال اخر عاوتاني ديال امبير باش تركزوا معايا مزيان مثلا عندي لا فونكسيون دايره بحال هكا الجهه الاخرى كي غادي تكون غتكون دايره بحال هكا تقريبا اوكي الوغ نتمنى تكون هذه الفكره واضحه وندوزو نطبقوها على لا كورب ديالنا باش نحاولوا نصوبوها للجهه ديال الموان لانفيني الوغ شوف معايا لا فونكسيون لا كورب هنا دايره بحال هذا الشكل الجهه الاخرى كي غتكون في نظركم كي غتكون شوف معايا غادي تضرب ليا على التماثل للجهه الاخرى يعني غادي تكون تقريبا غير تقريبا انا كنهضر غير بشكل تقريبي غتكون تقريبا شي حاجه اللي دايره بحال هكا غير بشكل تقريبي اوكي غير تقريبي هذا الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش رسمنا هذا المنحنى بطبيعه الحال كنزيدوا حدا السميه ديالو يعني سي دو اف وبهكا كنكونوا تراسينا لا كورب ديالنا
وندوزو لا كيستيون سويفونت. إذن السؤال الموالي قالوا لنا فيه علما أن ساشون كو هاد ليغاليتي هادي كتساوي هادي، يعني هادي دوني معطى، قال لك أودي هادي راه كتساوي هادي، ساشون كو علما أن يعني معطى تقدر تخدم بها. أشنو المطلوب؟ مونتخي كو بين أن لانتيغرال من ناقص واحد حتى لصفر ديال هاد التعبير هذا كيساوي ln e plus 1 sur 2. الو شنو غنديرو؟ عندنا اون انتيغرال خصنا نحسبوها ونلقاوها في لافان كتساوي هذا التعبير اللي عندنا هنا. شوف معايا شنو غندير. اون لدينا لانتيغرال من ناقص 1 حتى لصفر ديال 1 على اكس بو اكس بلس 1 دي دو اكس كتساوي بيان سور 1 على اكس بو اكس بلس 1. كاين بزاف الطرق باش نخدمها، كاين القضيه ديال نخلق تشابه بين الفوق والتحت كيف ما قلت لكم قبيله ونتمنى تكونوا باقيين عاقلين عليها، يعني كنحاول داكشي اللي خاص هنايا وكاين هنا كنزيدو ونقصو ونخدم الى اخره. نقدروا نديروا شونجمون دو فاريابل بالنسبه للتلاميذ ديال العلوم الرياضيه، وي من حقكم، ولكن هنا قال سهلوا علينا قال لنا ساشون كو علما ان هذه كتساوي هذه، الوغ هذه راه هي هذه نيت وكتسوى هذه، الوغ ديرها بلاصتها لانتيغرال من ناقص واحد لصفر في عوض هذه غندير داكشي اللي كتسوى، يعني اكس بو موان اكس على اكس بو موان اكس بلس 1 دي دو اكس. شوف معايا عفاك واحد القضيه، هادشي شرحناه في الدرس ديال لي فونكسيون بريميتيف الدول الاصليه، اللي مازال عنده فيهم مشكل راه كلشي كاين سوغ يوتيوب حطيتو وشرحتو اون ديتاي. شوف ملي كنبغي نحسب اون انتيغرال كيخصني نلقى لا بريميتيف، اون بريميتيف ديال ديك لا فونكسيون اللي خدام عليها، يعني ديال هادي خاصني نلقى اصليه ديال هادي. ملي كنبغي نلقى شي داله اصليه ديال شي داله اللي كتكون من بسط على مقام، سمعني مزيان شنو غنقول، هادشي ديجا شرحته، كنشوف واش داك البسط هو الاشتقاق ديال المقام، واش داكشي اللي الفوق هو الديريفي ديال داكشي اللي لتحت. يعني شنو؟ يعني واش هذاك المقام الا درت ليه البريم ديريفي غيعطيني داكشي اللي كاين الفوق. نمشيو ونفيريفيو. اون لدينا اكس بو موان اكس بلس 1 بريم، شحال كتسوى؟ شحال كتسوى البريم ديال هذه عفاكم؟ البريم د واحد زيرو مشى فحالو، البريم ديال اكس بو موان اكس كي كنديرو ليها كنقولو موان اكس داكشي اللي فوق ليكسبونونسيال بريم فوا لا ميم فونكسيون فوا اكس بو موان اكس اللي كتسوى شحال؟ شحال هي موان اكس؟ بريم هي موان زان، دونك ناقص واحد في اكس بو يعني ناقص اكس بو موان اكس، وهكا كنكونو لقينا لا ديريفي ديال هذاك المقام. واش هو اللي عندي الفوق؟ عندي اكس بو موان اكس، ولكن خاصو يكون موان اكس بو موان اكس. اشنو خاصو؟ خاصو ناقص. في هذه الحاله شنو كندير الا خاصو غير ناقص اولا خاصو غير عدد؟ سهله، كنضرب في ذاك العدد ونقسم على ذاك العدد، ولا في الحاله ديال ناقص كتكون اسهل كاع، كنضرب في جوج ناقصات. علاش؟ هذا الشيء ممكن يدوخكم في الاول، ولكن تخيل معايا الا قلت لك 3 العدد 3 قلت لك ضربوا في جوج ناقصات واش غيتبدل؟ تبدلش، حيت ضربتي في ناقص وعاود ضربتي في ناقص، ناقص وناقص هي زائد وكيرجع كيف ما كان. الوغ داكشي اللي غنديرو هنايا، شوف شنو غادي ندير هنايا عافاكم. الوغ لانتيغرال من ناقص واحد حتى لصفر ديال اكس بو موان اكس على اكس بو موان اكس بلس 1 دي دو اكس كتساوي، شوف شنو غادي ندير، غادي ندير ناقص ونحل الانتيغرال وندير ناقص عاوتاني بحال الا ما درت والو، حيت ناقص مع ناقص هي الزائد وكترجع كيف ما كانت في الاول. صافي الشباب، وغادي نعرفوا علاش درنا هذه القضيه كامله. علاش قلت لكم خاصنا نشوفوا واش الفوق هو الاشتقاق ديال التحت؟ توت سامبلومون حيت عندنا قاعده في الدرس كتقول لي الا لقيت شي تعبير الاشتقاق الفوق هو الاشتقاق ديال التحت، دونك البريميتيف الاصليه ديال كل شيء هي ln القيمه المطلقه ديال داكشي اللي كاين لتحت. هذه قاعده درتوها في الدرس. اوكي شوف شنو غادي ندير هنا، كتساوي ناقص ديال الانتيغرال من ناقص واحد حتى لصفر ديال شنو؟ اش كتكون دابا هذه؟ دابا اللي هنا شوفوا معايا ناقص اكس بو موان اكس هي هذه بالضبط، يعني هي هذه نيت، يعني اكس بو موان اكس بلس 1 بريم سوغ اكس بو موان اكس بلس 1 دي دو اكس اللي كتسوى. دابا ديريكتومون هاد الناقص بعدا هو هذا، ما نساوش راه هاد الناقص هو هذا هو هذا. اون فوا انا كنلقى او بريم على او، ها هي القاعده عاوتاني غادي نذكر بها ماشي مشكل، ها هي نكتبها هنايا، حيد عليا هاد الشيء هذا. فاش كتكون عندي او بريم على او، الاصليه ديال هذه شنو هي؟ هي ln القيمه المطلقه ديال او زائد اون كونستونت سي، هذه قاعده درناها ديجا. مي بيان سور حنا بالنسبه لنا كالكول دانتيغرال ديك الصيغه تختزل دونك بلاش، ها هي او بريم على او، دونك الاصليه ديالها شنو هي؟ هي ln القيمه المطلقه ديال ديك او اللي كاينه لتحت اكس بو موان اكس بلس 1 من ناقص 1 حتى لصفر، وهكا كنكونوا لقينا لا بريميتيف اللي كنقلبوا عليها، بقى لي غير التعويض.
التعويض شنو كندير؟ كنعوض ديما بالعدد اللي الفوق ناقص العدد اللي لتحت، ولكن ما ننساش هذا ناقص، ناقص تعويض بالعدد اللي الفوق ln x بو 0 بيان سور القيمة المطلقة زائد 1 ناقص التعويض بالعدد اللي لتحت ln x بو ناقص ناقص 1 حيت غنعوض بناقص 1 دونك x ناقص 1 في الناقص هي 1 زائد 1 كتساوي ناقص ديال شوف شنو غندير هنا x بو 0 شحال هي هي 1 زائد 1 هي 2 والقيمة المطلقة ديال 2 ماشي مشكلة نديرها هنا بشوية ln القيمة المطلقة ديال 2 ناقص ln القيمة المطلقة ديال x بو بلس 1 انا نوريكم شنو غنديروا للقيمة المطلقة دونك ناقص ديال ln شوف الله يرضي عليك الا عندك قيمة مطلقة وداكشي اللي وسطها عرفتيه موجب صافي تاكدتي منه موجب حيد القيمة المطلقة ودير بلاصتها لي بارونتيز الا عندك قيمة مطلقة وعرفتي داكشي اللي وسطها سالب حيد القيمة المطلقة وردو موجب صافي الوغ جوج كي دايره جوج لاباس عليها جوج موجبه الوغ صافي ديريكتوم القيمه المطلقه ديال جوج هي جوج ناقص شوف معايا عافاك او بلس 1 او راه هو جوج فاصله شي حاجه زدتي عليها واحد هي 3 فاصله شي حاجه 3 موجبه ولا سالبه موجبه الوغ صافي مشات القيمه المطلقه غتبقى ln بين قوسين شوف معايا عافاك او بلس 1 كتساوي ناقص ديال شوف شنو غادي تولي عندك هنا ln ديال شي حاجة ناقص ln حاجة أخرى هذه قاعدة ياك عقلتوا عليها ولا لا هنكتبها لكم هنايا في الدرس ln ln ديال A ناقص ln ديال B هي شحال هي ln ديال A على B أوكي دونك ناقص ln ديال شنو ديال A جوج على B E بلس 1 كتساوي عاوتاني قاعدة واحدة أخرى ديال ln هي شنو ناقص ln ديال A على B اش كتولي هذه عفاكم كيمشي الناقص وكتولي ln ديال B على A الا عندي ln وسط منه شي تعبير كسري ومسبوق بناقص كيمشي الناقص وكيتقلب التعبير الكسري بكل بساطة الوغ شوف معايا شنو غادي تولي هنايا كتساوي ln ديال E بلس 1 سور 2 وهكا كنكونوا لقينا الجواب اللي بغاونا نوصلوا ليه نتمنى تكونوا فهمتوه وندوزو لاخر سؤال عندنا في هذا التمرين اذا في هذا السؤال قالوا لنا نحسبوا المساحه ديال الحيز المحصور لير ولا لا سيرفاس ديال لا بارتي انكلو ولا ليميتي ما بين شنو ما بين المنحنى سي دو اف وما بين لي دو دروات ديكواسيون اكس كتساوي ناقص 1 و اكس كتساوي 0 يعني نحسبوا ديك المساحه اللي كاينه في هاد لابارتي هادي اللي بالاحمر ما عرفتش تبان لكم ولا لا المهم هذه هي المساحه المعنيه بالامر تحت من سي دو اف بيان سور ومحصوره ما بين لاكس دي زابسيس وما بين المستقيمين دو المعادله ناقص 1 اكس ناقص 1 و اكس كتساوي 0 شوف كي كنديروا ليها كنكتب هنا A كتساوي A نسبة لاغ ماشي الهواء وإنما المساحة لاغ افيك أو في الأخر كتساوي شنو؟ لانتيغرال من الإكس الأول تال الإكس الأخر يعني ناقص واحد تال زيرو ديال شنو؟ ديال F دو إكس ودير ليها القيمة المطلقة غنعرفو من بعد علاش ياك D دو إكس شوف شنو درت هنايا نورمالمون خصني ندير اف دو اكس ناقص ايغريك شكون هو ايغريك هو ليكواسيون ديال لاكس دي زابسيس ولكن شحال هي ليكواسيون ديال لاكس دي زابسيس شحال هو الايغريك ديال هذا منين دايز دايز من زيرو دونك اف دو اكس ناقص زيرو راه هي نيت اف دو اكس ما كاينلاش تبينها تفهمنا القيمه المطلقه علاش كنديروها حيت كاين اللي غير كيحط هاد القواعد بلا ما يعرف كاع علاش كيديرهم القيمه المطلقه كنديروها توت سامبلومون لان دابا حنا كنقلبوا على لا سيرفاس المساحه واش المساحه تقدر تكون سالبه ما يمكنش المساحه ديما موجبه المساحه ستين غروندور اللي هي بوزيتيف بيان سور عاوتاني هنا كنهضروا على لو كا نورمال ولكن الا مشينا مثلا لا فيزيك كوانتيك الى اخره كاينين بعض الحالات الخاصه داكشي في سوبيريور الا تعمقتوا في الفيزيك ولا في شي حاجه بحال هكا ولكن بالنسبه لنا المساحه الطول الوزن السعه الى اخره الحجم كله ما دو شي حوايج اللي كيكونوا موجبه يعني دي غروندور لي ما بوزيتيف الوغ الانتيغرال واش ديما كيخرج بوزيتيف لا يقدر شي مره تحسب الانتيغرال وتلقاه نيجاتيف دونك الا كان الانتيغرال هو المساحه وخرج ليا نيجاتيف اش غندير ديك الساعات لمن غنوري وجهي
داكشي علاش كنديروا لا فالور ابسولي باش نحيدوا هذا المشكل حيت شنو هي الحاجه اللي في الماط كترد الحاجه السالبه كتردها موجبه او الا كانت موجبه كتخليها موجبه هي القيمه المطلقه لا فالور ابسولي وحالها سهل بزاف خصوصا بعد ما كتكون رسمتي المنحنى شوف معايا الله يرضي عليك دابا القيمه المطلقه عندنا جوج ديال لي بوسيبيليتي يا اما غنحيدها وما يتبدل والو يا اما غنحيدها ونضرب في ناقص راه شرحت لكم هادشي قبيله باش غنعرف شوف ليا دابا لا كورب واش كاينه هاد الانترفال بطبيعه الحال اللي خدامين فيه حنا ناقص 1 حتى للزيرو واش كاينه فوق لاكس دي زابسيس يعني في المجال الموجب او لا تحت لاكس دي زابسيس يعني المجال السالب شوف معايا من ناقص 1 حتى للصفر لا كورب كاينه الفوق الوغ هي لا فونكسيون في هذه الحاله راه بوزيتيف من ناقص 1 حتى للصفر طالما هي بوزيتيف صافي القيمه المطلقه كتمشي في حالها وما كيتبدل والو دونك لانتيغرال من ناقص 1 حتى للصفر ديال لا فونكسيون اف دو اكس دي دو اكس بطبيعه الحال مضروبه في لونيتي دغ هذه حاجه باينه غير هو هنا ما عطاونا لا يونيتي دغ لا والو الوغ نحسبوا دابا هذه كتساوي لانتيغرال من ناقص 1 حتى للصفر عفاكم واحد السؤال اكيد غيكون طاح لكم في البال هي شنو كنا غنديروا كون مثلا كانت تحت لا كورب كانت تحت هذا لاكس يعني سالبه في ديك الحاله غادي نحيدوا القيمه المطلقه وغنضرب لا فونكسيون كامله في ناقص حالات مثلا كاين اللي غيمشي بعيد وغيقول لك ايوا شنو غنديروا كو كان من واحد البلاصه فيها موجبه وواحد البلاصه فيها سالبه هنا كنديروا القاعده ولا العلاقه ديال شال كنقسم لانتيغرال افترض معايا غير فرضا قال لك لانتيغرال من ناقص واحد حتى لجوج من ناقص واحد حتى لجوج فيها واحد البلاصه موجبه وفيها واحد البلاصه سالبه اش غنديروا حنا غنقسموا لانتيغرال ديالنا من ناقص واحد حتى لجوج غتولي من ناقص واحد حتى لصفر زائد من صفر حتى لجوج من ناقص واحد حتى لصفر غنخدموها عادي بحال هكا ومن صفر حتى لجوج غنضربوها في ناقص اوكي هذوك الحالات كاملين راه شرحتهم في الدرس ديال حساب التكامل اللي عندي في يوتيوب الوغ نكملوا لانتيغرال ديال اف الوغ غنحط لا فورمول ديالها واحد ناقص واحد على جوج اكس ناقص جوج على اكس بو اكس موانز ان او بلوتو بلوس ان دي دو اكس اللي كتسوى شوفوا معايا عفاكم واش كاينه شي حاجه هنا ديجا حسبنا لانتيغرال ديالها ولا شي حاجه كتشبه ليها وي هادي واحد على اكس بو اكس بلوس ان هو اللي حسبناه في السؤال اللي قبل الوغ شوف شنو غادي ندير غادي نفرقها غنقول هي لانتيغرال من ناقص واحد حتى لصفر شنو درت هنا ناقص صفر حتى لواحد من ناقص واحد حتى لصفر ديال هاد لابارتي الاولى اللي ما فيهاش المشكل اكس دي دو اكس ناقص جوج في هاد الجزء هذا بوحديتو حيد ليا جوج غتبقى واحد على اكس بو اكس بلوس ان دي دو اكس من ناقص واحد حتى لصفر كتساوي شنو خدم ليا على هادي هادي ساهل حالها الاصليه ديال واحد لا بريميتيف ديال واحد حيت ديما لانتيغرال خصنا نلقاو بريميتيف البريميتيف ديال واحد هي اكس ناقص الاصليه ديال واحد على جوج اكس عدد في اكس خلي العدد وخدم على الاكس الاكس الاصليه ديالته شنو هي كتزيد الاس واحد وكتقسم على داكشي اللي لقيتي في الاس هو الاس ديالو بوحديتو اللي كان شحال اكس هو اكس اس واحد يعني الا زدت لي واحد غادي يولي جوج وقسم على ديك جوج اللي لقيت في الاس يعني على جوج من ناقص واحد حتى لصفر ناقص جوج فوا هادي ديجا حسبناها الاخوان ياك شحال كنا لقينا فيها لقينا فيها الالان ديال اكس بو بلس 1 سور 2 اوكي ودابا كيخصنا نحسبوا غير هادي توت سامبلومون الوغ غادي نديروا التعويض غادي نعوض اول حاجه بصفر غادي تعطيني صفر ناقص صفر مشى في حالها ناقص التعويض بناقص واحد الوغ غادي تعطينا ناقص واحد ناقص واحد على جوج جوج هي أربعة وناقص واحد أس اثنان هي نيت واحد حيت ناقص غيمشي مع أس اثنان ناقص ديك الشيء اللي كان بقى يعني ناقص جوج ln x بو بلوس 1 سور 2 نحاولوا نسامبليفيو هذا الشيء دونك صفر مشى في حاله شوفوا معايا هنا ناقص واحد ناقص واحد على أربعة شحال غادي تعطينا ناقص واحد ناقص واحد على أربعة هي ناقص خمسة على أربعة ياك ناقص واحد ناقص واحد على أربعة هي ناقص خمسة على أربعة مع الناقص يعني خمسة على أربعة ناقص جوج ln x بو بلوس 1 سور 2 وهذا هو الكونتيتي بيان سور غنزيدو هنايا يونيتي دار ما عطاوهاش لينا كنكتبو حنا يونيتي دار بهكا غنكونو سالينا التمرين ديال ليتود ديال لا فونكسيون اللي تحط في لا سيسيون نورمال ديال 2004 نتمنى تكونوا فهمتوه معايا اي حاجه خاصها تكون في هذا الشيء راه ديجا شرحتها في يوتيوب غادي تلقاوها ديسبونيبل عندي في لاشين بون كوراج من هنا لفيديو واحد اخر ان شاء الله كان معكم الاستاذ اسحاق غانم السلام عليكم